ماجستير ودكتوراه في الإدارة التربوية، عمل مشرفاً للإدارة المدرسية بوزارة التعليم، مهتم بإعادة قراءة وكتابة وتحليل السيرة النبوية، مستشار تعليمي مهتم بالعمل الخيري والتربوي، مدرب معتمد في مهارات النجاح. له العديد من المؤلفات، منها كتاب أنا معلم، قول على قول، الصيف ألم وأمل. حياته زاخرة بالعلم والمعرفة، وأيامه مليئة بالخير. الدكتور حسن شريم سيروي لنا اليوم أياماً من حياته التي لم ينسها.